ايدي كوك فاصل الضحك فيها بالكيلو، ما تجري بسرعه وتعبيله وتديله. هتعمل لنا ايه النهارده؟ اعمل لك برمه مكسره. برمه امال يا ولد، ومبروم على مبروم ما يلبش. تقدر قول نص كيلو كنافه. كنافه نص كيلو سمنه. سمنه كيلو سكر. هي سكر. ربع كيلو مكسرات. ايوه نص كيلو كنافه نص كيلو سمنه كيلو سكر. هي سكر. ربع كيلو مكسرات. مقاديرها سهله يا اخوي، قول لي هعملها كيف. هنجيب الصينيه اهي، ندهنها بسمنه ونحط كنافه الطبقه الاولى، وعليه مكسرات نفرشه على وشيه، وفوقيه الطبقه الثانيه، ونقطع الكنافه بالطول حتت طويله على هيئه مستطيله، نبرمه برمه جميله ملفوفه وحبات صغيره في الصينيه، رصيه ادي جنب بعضيه ونسيبها تنشف ساعتين ونغطيه. اهي نشفت وبقت زين، كمل بقي هنعمل ايه يا اخوي؟ هنسخن السمنه نكبيها عليه. نكبيه ندخلها الفرن ها 40 دقيقة يا ابوي، نطلعها من الفرن نصفيها من السمنه. يا سلام. ونجيب شربات. شربات دي نسقيه. نسقيها بشربات؟ ايوه يا ولد، ويكون سخن كمان. اكده. طب قول لنا على مقاديره. كيلو سكر، ربع كيلو ميه، هنغليهم وعليهم عصير ليمون. عصير ليمون. عصير ليمون. حلاوتك يا برمه. برمه يا برمه يا برمه، عقلك وهبجه في الفرمه. برمه يا برمه يا برمه، عقلك وهبجه في الفرمه. برمه يا برمه يا برمه، عقلك وهبجه في الفرمه. برمه يا برمه يا برمه، عقلك وهبجه في الفرمه.